لوازم الإسلام، لما وجد للإسلام تقدم ولا ما وجد للإسلام واقع حضاري وواقع قاد العالم، وظل المسلمون هم الدولة الأولى في العالم 1000 سنة. إذن تخلف الإسلام الآن أم تخلف الإسلام بمجرد وجود الإسلام؟ أنتم إذن حكمتم على الإسلام بفترة من فترات ضعفه، ولكنهم لكم نسيتم أن العصور التي كانت هي العصور المظلمة عندكم كانت هي عصور النور عندنا. إذن فالتخلف ليس من طبيعة الإسلام، قد يكون التخلف نتيجة لطبيعة المسلم، أما أن يكون التخلف نتيجة لطبيعة الإسلام فذلك ما ينقضه واقع التاريخ، فقد مرت فترات طويلة ساد الإسلام فيها وقاد الدنيا وامتلك وسيطر وعدل. إذن فيجب أن نفهم السر في تحاملهم على المسلمين في مسألة القضاء والقدر، أن مسألة الإيمان بالقضاء والقدر فيما يقع على الإنسان من خارجه أي في المنطقة الثانية هي التي أتعبت أعداء الإسلام. واجهوا الإسلام بالحروب وواجهوهم بالسيوف، فوجدوا قوما يحبون الموت كما يحب هؤلاء الحياة. لماذا أحبوا الموت؟ لأن لهم إيمان بأن أجلهم يأتيهم سواء كانوا في الحرب أو في غير الحرب، فدخول المعركة لا يعني أبدا أنهم يموتون، بدليل أن آلاف من الأبطال خاضوا المعارك ومع ذلك ماتوا على فراشهم. وسمعنا قول خالد بن الوليد: لقد شهدت 100 زحف أو زهاءها وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة سيف وطعنة رمح فلا نامت أعين الجبناء. فإيمان المؤمنين بالقضاء والقدر فيما يطرأ عليهم هو الذي أتعب أعداء الإسلام، ولذلك يريدون أن يزلزلوا عقيدة المسلمين في القضاء والقدر في المنطقة التي يسيطر فيها القضاء والقدر، حتى يقول المسلمون إننا نؤمن بالقضاء والقدر وأنه إذا قدر الله لنا أن نرقى وإذا قدر الله لنا أن نتحضر فعل كذا وفعل كذا. وليعلم المؤمنون أن الله لا يتغير من أجل خلقه، ولكن الخلق يجب أن يتغيروا من أجل الله، والأمور التي أسند الله فعلها إلى الإنسان في الفعل الاختياري أعطاه الله فيها أسباب الفعل، فليقدم الأسباب، فحين تنفذ أسبابه فعليه أن يلجأ إلى الله برفع يده وهو المسبب. إذن فمنطقة الإيمان بالقضاء والقدر يحاول خصوم الإسلام أن يزلزلوا هذه العقيدة في نفوس الشباب، وأن يتخذوا من انحراف الشباب دليلا على ذلك أو باعثا على ذلك، حتى يبرر الشباب انحرافه بأن ذلك مقضي عليه ومقدور. أما الآيات التي يستدل بها العلماء في أسناد الهداية مرة إلى الله ومرة، يقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويقول في آية أخرى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تلك تثبت اختيارا وهذه تثبت جبرا. نقول لهم يا قومي تقبلوا الأسلوبين على أنهما من الله، وما دام الأسلوبان من الله فيجب أن لا يكون بينهما تناقض أبدا، لأن الحق كما قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو من عند الله فلا بد أن لا يكون فيه اختلاف. ولكن الباحثين يغفلون شيئا في البحث وهو انفكاك الجهة، ومعنى انفكاك الجهة أن الآية ترد على جهة والآية المقابلة التي يظن الخصوم أنها مناقضة للآية على جهة أخرى. والدليل على ذلك أنك تجد في أسلوب القرآن لا آية ظاهرها يعارض ظاهر آية أخرى، ولكن في آية واحدة تجد لفظا يعارض لفظا، مثلا قول الحق سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ما رميت نفت الرمي عن رسول الله، إذ رميت أثبتت الرمي لرسول الله، فكيف يأتي بفعل واحد وفاعل واحد وننفيه عنه مرة ونثبته مرة أخرى؟ ذلك تناقض، لكنه من الله فيجب أن لا يكون متناقضا. إذن ما رميت نفت الرمي، إذ رميت أثبتت الرمي، لا يمكن أن يكون ذلك الكلام متناقضا إلا أن تكون الجهة منفكة. ومعنى أن الجهة منفكة أن جهة النفي غير جهة الإثبات. وكيف ذلك؟ أنت تأتي لابنك وهو يلعب فتقول له يا بني ذاكر دروسك،
يا بني الامتحان قد قرب، يا بني النتيجة تفضحك إذا لم تجتهد، يا بني تخجل إذا رسبت، ذاكر يا بني. فيسمع الولد كلام وبعد ذلك يذهب إلى مكتبه ويفتح الكتاب ويظل يقلب صفحات الكتاب ويقرأ ويهز رأسه. فأنت بعد ساعة تذهب إليه تقول له ما ذاكرت، ثم تمتحنه فيما ذاكر فلا تجد لها حصيلة، فتقول له ذاكرت وما ذاكرت. ذاكرت أي فعلت فعل المذاكر الذي فتح الصفحة وجلس يقرأ، لكن ذهنه شارد وما تأثر بهذه المذاكرة ولا استقر، فكأنك ذاكرت وما ذاكرت. ذاكرت الأول يعني فعلت الفعل الظاهري للمذاكر، وما ذاكرت أي ما أتيت بالأثر الذي يراد من المذاكرة. كذلك قول الله وما رميت أي وما أثرت بالرمية الواحدة في كل الجيش، لأنه ليس في طوق بشر أن يأخذ حفنة من الحصى ثم يلقيها فتصيب الجيش كله، هو يأخذ حفنة من الحصى ويلقيها، ذلك هو شكلية الفعل. أما إيصالها إلى كل الجيش، أما أثرها المستوعب فذلك ليس من عمل محمد. فكأن الله قال وما رميت أي وما أصبت بالرمية الواحدة كل الجيش، إذ رميت إذ أخذت حفنة من الحصى ورميت بها. إذن فجهة النفي غير جهة الإثبات. كذلك في الآيات التي نحن بصددها، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء حق، ولكن إذا كان الله قد بين من شاء هدايته وبين من لم يشأ هدايته. إذا رأيت آيات مجملة في القرآن فانظر إلى الآيات المفصلة، وبعد ذلك تجد الآية المفصلة هتقيد الآية الإجمال. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، قدر هذا، هذا من قدره أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن أترك من يشاء بدون تعريف؟ لا، إنه في آيات أخرى قال والله لا يهدي القوم الكافرين. إذن فالكافرون ليسوا محل هدايته، لأن محل الهداية من أقبل عليك بإيمان بك تعينه على مطلوبه، أما الذي كفر بك فكيف تعينه على مطلوبه؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الظالمين. الله، إذن الهداية التي قال يهدي من يشاء ويضل من يشاء قد بيّن الله قيودها، بيّن من يشاء، فمن الذي تشاء هدايته يا رب مأخوذ من المقابل. لا يهدي الكافرين أي يهدي المؤمنين، لا يهدي القوم الظالمين أي يهدي العادلين، لا يهدي الفاسقين أي يهدي الطائعين. إذن فقد بيّن من شاء في الهداية ومن شاء في الضلال بآيات من القرآن. الذي يأخذ الآية يعزلها عن بقية الآيات نقول له لا، كلا، القرآن كله مع، خذ الآيات التي ترد في سياق واحد وبعد ذلك احكم بينها. فإذا قال الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء قد بيّن الله من شاء هدايته وبيّن الله من شاء إضلاله. بقي شيء آخر وهو أن نأخذ لفظ الهداية على أي معنى وردت في القرآن. نجد أسلوبا عجيبا، يقول الحق سبحانه وتعالى أما ثمود فهديناهم، ثم قال بعدها فاستحبوا العمى على الهدى. الله، إذا معنى هديناهم هنا إيه؟ لو أن هديناهم مكنا الهداية في قلوبهم لما جاء فاستحبوا العمى على الهدى. إذن لازم يكون للهداية هنا معنى، معنى يتأتى بعده الاختيار في استحباب العمى على الهدى. تبقى ما معنى الهداية هنا؟ معنى الهداية هنا الدلالة، الإرشاد إلى الطريق الحق، ذلك معنى من معاني الهداية. وبعد ذلك نجد آيات أخرى، آيات تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، وفي آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نفت الهداية عن رسول الله وأثبتت الهداية لرسول الله، كأيت وما رميت إذ رميت طبق الأصل، فكيف يكون ذلك؟ إنك لا تهدي نفي لأن يكون الرسول هاديا، وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم إثبات لأن الرسول هادي. إذن لابد كما قلنا من انفكاك الجهة، لأنه كلام الله ولا يمكن لكلام الله أن يتعارض أبدا. كيف؟ إذن فلابد أن توجد للهداية معنيان، المعنى الأول مطلق الدلالة على طريق الخير، لا الحمل على طريق الخير، لا التمكين من التوصيل للمطلوب. والهداية مرة أخرى ترد على معنى تمكين الهداية من القلب،
فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكل الرسل لا يملكون أن يعينوا الناس على الهداية بتمكين الهداية من قلوبهم، وإنما مهمتهم أن يدلوهم على الطريق. فإذا قال الله لرسوله إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تمكن الهداية من قلب أحد، لأن ذلك عملي أنا، وإنما مهمتك أنك تهدي وتدل فقط. إذن فالهداية وردت في القرآن بمعنى يعني بمعنى الدلالة المطلقة بصرف النظر عن الحمل عن الطريق، وهداية بمعنى التمكين. ولذلك يقول الحق: أما ثمود فهديناهم، أي فدللناهم على طريق الخير، ولكنهم لم يستمعوا فاستحبوا العمى على الهدى. وحين يقول الحق سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى. اهتدوا زادهم هدى، اهتدوا يعني سمعوا منهج الله في دلالته على الخير والطريق المستقيم. نقول له: مدام سمعتني أنا أعينك على هذا. ولنضرب مثلا ولله المثل الأعلى، أنا إنسان غريب عن مكان وأريد أن أصل إلى بلد من البلاد، وبعد ذلك جئت في مفترق طرق فلا أعلم أي طريق من الطرق ده يوصل إلى البلد، وبعد ذلك وجدت عسكري مرور واقف، فسألته قلت له: الطريق الموصل إلى كذا؟ فدلني وقال: هذا الطريق هو الذي يوصلك. فشكرته وحمدت الله له وقلت: الحمد لله الذي يسر وجود لك، وإلا كنت تهت وضللت. فيسر مني لأنني شكرت ولأنني استمعت إلى كلامه. فلما يجدني قد انصعت واستمعت إلى كلامه يقول لي: أنت راجل طيب، والله الطريق ده أنا قلت لك عليه، إلا أنه بعد 2 كيلو في حفرة وفي التواء شوية في الطريق لأنه في تصليح، فأخذ بالك منها. أو ما أقول لك يا شيخ أنا آجي وياك لحد ما أنا أفيدك من هذه العقبة، فقد أعانني. إذن فاستدلال أصحاب الانحراف بالقضاء والقدر على أنهم ملزمون بالأعمال، نقول لهم: الأعمال صحيح، القلم قد جف، وكل شيء قد كتب أزلا صح، ومكتوب عليك ما تصنع، ولكن يجب أن تفرق بين مكتوب عليك لتنفذه وبين مكتوب عليك لأن الله علم ما تختاره. وعلم الله أزلي واسع، فهو لم يعلم ليقهر، لأن العلم صفة انكشاف وليست صفة تأثير. والدليل على ذلك أنك مثلا إذا جاءك إنسان ضيف ثم أرسلت خادمك ليأتي له بتحية فأبطأ الخادم، فإنك تقول للضيف: أتدري لماذا أبطأ الخادم؟ يقول: لا. قل: هذا الخادم يعرفه ولد منحرف، إذا رآه ذاهبا لشراء شيء لعب معه الورق وأخذ منه المال، وحينئذ يخاف الولد ولا يأتي. حين قال صاحب البيت للضيف هذا الكلام قدر ما يكون من الولد في الخارج، فهل أرسل مع الولد قوة ترغم الولد على أن ينفذ ما قاله صاحب الدار للضيف؟ لا، هو متروك على اختياره، ولكن الرجل قال ذلك بحكم تجربته في الولد. ولكن تجربة صاحب الدار قد تكون مخطئة هذه المرة، بمعنى أنه في هذه المرة بالذات خرج فصدمته سيارة فنقلوه إلى الإسعاف، يبقى ذلك خطأ في علم صاحب البيت، ولكن الله لا يخطئ. فكأن الحق سبحانه وتعالى علم أزلا ما يختاره عبده، وهو يختاره بمحض حريته التي وهبت له من القضاء ومن القدر. فكتب: فلان عبدي يصنع كذا ويصنع كذا، فكتب لأنه علم ما تفعل ما تختار، ولم يكتب ليقهر، لأن العلم صفة انكشاف لا صفة تأثير. لطيف. وهنا تنحل هذه المشكلة العويصة التي يذهب فيها الكثيرون إلى تفسير كتب الله علينا بمعنى يقهرنا ويجبرنا على ذلك، بعد أن بين الأستاذ أن كتب هنا بمعنى علمة، والعلم صفة انكشاف وليست صفة قهر وجبر. وما أحسن المثل الذي ضربه بالأستاذ يعطي الطلاب الأسئلة ليجيبوا عنها، فالأستاذ يعرف أن هذا الطالب سينجح وأن هذا الطالب لا ينجح من حكم معرفته بالتلاميذ، ولكن لا يجبر أحدا من الطلاب على السؤال الصحيح أو على السؤال الخطأ. وفي ختام هذه الندوة نكرر الشكر لأستاذنا الكبير فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي شعراوي، والسلام عليكم أيها الأخوة ورحمة الله وبركاته.